من الليل الحالك. لا يمل سالت بن ساعد من البحث في بقايا الحديد من أجل إبداع تحف فنية تترجم شغفه الكبير بفن الحدادة. فن ترجمه أول مرة من خلال دراجة نارية، ومن يومها امتطى صهوة الإبداع وراح يقدم تشكيلة تخطف الأنظار فقط من خلال الحديد. هذه تحف على صغر حجمها إلا أنها ثقيلة على الرفوف التي وضعت عليها، ليس بسبب الحديد بل لثقل ما يقدمه من إبداع. ورث ابن بلدية عين معبد بدائرة حاسبحبح ولاية الجلفة فن الحداد عن والده منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، لكنه برع في تركيب سيارة ذات 4 عجلات بمحرك دراجة نارية لتحمل سيارته علامة عين معبد. فالرجل اجتهد في تصميمها من البداية إلى النهاية، والنهاية لا تتوقف هنا، بل راح يركب عربة كلاسيكية أو كما تعرف بالكليش، وبلمسة فنية تعيدك إلى أفلام رعاة البقر. مراسلنا البطل، مراسلنا المبدع المجتهد نور عمارة أعد لنا هذا الروبورتاج طبعا بلمسة فنية لسامي كتاب الذي يجلس خلفنا. يقال أن الإنسان ابن بيئته، فالحرفي سالت بن ساعد ومن خلال أنامله استوحى بإبداعه هذه التحف الفنية اللامعة عاكسة طابع ولاية الجلفة. فمن بقايا الحديد صنع أدوات كان ولا يزال الساكن بالجلفة يستعملها في حياته اليومية. ها نحن نقف أمام رفوف تحمل ثقل إبداع تطويع الحديد. مشيت المسيرة تاعي المهنية أب عن جد، الأب فاتح من 72 المحل، أوتوماتيكمو تعلمت أنا هذه الحرفة وطورتها شوية ومشيت عمها وعشقتها. أنا ينحوس ابن البيئة وساكن في عن معبد والتراث تاع أهل الجلفة، هذا هو شغل نخرج الحاجة اللي خرج الحاجة اللي تمثل أي حاجة اللي تمثل أهلي هنا، لي مشهورة بالقمح والشعير وهدى أمور كما الخلالة هكذا عندنا حنايا، هنايا هذه أب عن جد كما هذه الخلالة عندنا حنايا أب عن جد. شو استعمل استعمل البرنوس والقشبية إيه النسيج. هي مجسمات وأشكال أراد بن ساعد من خلالها إزالة الصورة النمطية عن حرفة الحدادة التي كانت مقتصرة على صنع أنواع محددة من فن الحدادة. نحوس نبين مش صدور القالية ودي تلحيم مزدوج، هذا أنه محصور في حاجة فريدة، محصور في برداج تاع سكالي والله شبابيك نوافذ والله أبواب حديدية. نحوس نخرج حاجة نوصلها للشعب المشاهدين أنه أي حاجة تقدر تبدأ فيه تعشقها تبدأ فيه. حمل ساعد حديده وراح يشارك في عديد المعارض والصالونات الوطنية والفعاليات الثقافية في ربوع الوطن. فحسه الفني مكنه من نيل شهادات تقديرية نظير إبداعه في مجال قلما وجد فيه أمثال هذا الحرفي في ولاية الجلفة. إلى الماضي البعيد يعود بنا هذا الأربعيني، حيث انتقل هذا المبدع من صناعة التحف الفنية والدراجات إلى العربات الكلاسيكية. الصعود إلى هذا الكليش الذهبي حتى وإن غابت الخيول يفتح لك نافذة تسافر عبرها إلى زمن ما قبل القرن 17، حيث صنعت أول سيارة بمحرك بخاري. كنت حاب نخدم عربة وجاني واحد صحيبي وحفزني عليها وبدرنا فيها في هذا البروجي، هذا تميت عمها واحدة وإن شاء الله راه قريب تكمل. التكاليف المادية هي اللي تدير الروطار، والله هي وقتها على الأقل واحد شهرين ثلاثة تكمل. أمنيتي الواحدة أني نخدم مش غير العربة، أمنيتي الواحدة أني نخدم أي حاجة مطلبة للبلاد وتخدم وتكون حاجة للبلاد زينة أن نخدمها.
مي حل المدياش بشيش ما حاجة ناقصة ياسر. بهذا المستودع الصغير ومنذ سنة 1972 ظل السيد سالت عيسى وفيا لحرفته لعقود من الزمن، يطوع الحديد تحت أعين الابن الذي بدأ في اكتشاف هذه الحرفة منذ الصغر. هذا علمته لقاني أنا متعلم، ومن بعد تبعني بشوي 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 علمته حام مرة ولا زوج، وبعد تعلم روحه تعلم روحه عاد يخدم كلش، يخدم اللي حنقول له يخدم هاي يخدمها. واليوم راك شوف خاصنا الماتريال ياسر كاع، ما نخدمو ابي دينا نخدمو ابي خواج تبع بكري. اي وش رايك في ولدك في الخدمه تاعو؟ وش رايك فيه؟ خير الله يبارك الله باس خير الحمد لله. يعني قدرت تكل عليه؟ اه تكل على يخدم اخدم سوسو الله يبارك ما شاء الله بارك فينا وفيكم. الحاجه اللي يقدر يفوتك بها هو وشني مثلا؟ اول كبير ما يفوتنيش هذاك ما يتفتش، ولكن هي كاين حوايج فاتني ليها كما نقولوا تقاليد تاع دركا فاتني ليها، كما تركت تخدم بكري كما طيارات كما نقولوا حوايج محسوب التقاليد هذه الجديده فاتني بها فهو اعلم مني. وسط هذه الخردوات يسترجع لنا سالت بن ساعد ارشيف الذكريات، ففي سنوات التسعينات بدأ اكتشاف خبايا فن الحدادة، ومنذ ذلك الحين وهو يطوع الحديد بمتجهه أنامله إلى أن أصبحت الورشة جزءا لا يتجزأ من حياة ويوميات هذا الحرفي. إذا ما شفتش فيها الوالد الورشة هذه وشفتها هي ما نقدرش تحرك. المدرسة تاعي الحمد لله يطول لي في عمره، هو المدرسة هو كلش، وهي اللي ربتني هنايا وهي اللي علمتني وهي كلش يعني. إذا ما جيتهاش نهار ما كانش ما نقدرش نتحرك. ولعه بحرفته دفعه إلى إطلاق العنان لأحلامه، وكله أمل في الإشراف على ورشة تكوين الشباب في مجال فن الحدادة التي من شأنها توفير مناصب الشغل والتقليل من شبح البطالة في بلدية عين معبد. عندي امل كبير قاعدين شتين خدم قاشي شتين خرج شتين كاين حوايج ياسر حاب نخرج مي نحوس على حاجه الدحيه برك امكانيات حاجه تدزني بان نقدر نخدم هاد الصوالح. مختلف على باقي الحدادين، خرج من الفكره التقليديه الى الفكره العصريه، مزج بين الحديد ومزج بين الفن الحرفي، صنع أشياء طوع بأشياء من ضمنها غرف تعقيم للمستشفى الكبير بولاية جلفة، خدم تحف فنية توضع في المكاتب توضع في المنازل توضع يعني مختلف. نصف قرن من تطويع الحديد ومن الأب إلى الإبن يبقى هذا الشغف حبيس هذا المستودع الصغير. داخل هذه الورشة يطوع بن ساعد الحديد ويجعل من بقاياه تحفا فنية رائعة، لكنه يحتاج لدعم أكثر من أجل تطوير هذه الحرفة. نور العمارة لبرنامج مراسلون. أمر مستقبل.